مكاوي يروح مكاوي يواصل مكاوي على الجهة اليسرى مكاوي التوزيع أرضية مازال الخطر لصالح بلدية وهران والهدف الأول والهدف الأول لمصلحة مولودية وهران هدف مباغت من بنتيبة في الدقيقة السابعة كل سهولة شوف هنا اللقطة شوف العمل الكبير اللي قام به محمد تومي وشوف هنا الانطلاقة كانت من مكاوي التسديدة الأولى كانت من تومي ثم بنتيبة يسكن الكرة الشباك نعم شوف هذا الجدار متكون كرة من هناك كايلو زكريا منصوري بروعة شوف هنا يعني نفذ الكرة بطريقة وبكيفية رائعة زكريا منصوري كورتو حطها يعني في الزاوية البعيدة في الزاوية التي تصعب على حراس المرمى بالنسبة لفريق مولودية وهران وهذه كرة لمصلحة اتحاد بن عباس ممتازة كانت ممتازة ولكن تسديدة وخطأ خطأ من جانب المولودية والكرة عند بنوة هايلو والحكم بكواسة يعلن عن ضربة جزاء لمصلحة اتحاد بن عباس هجوم اتحاد بن عباس ولكن الكرة ضربت ربما في بطن اللاعب على فيصل على حسب عبات. المشاهد هنا شوف هنا كرة بن الحول في بطنه ضربت في بطن فيصل عبات زواري وناتيا زواري زوار يتمكن من تقليص النتيجة لأن الفريقين يملكان فرضيات سواء اتحاد بن عباس أو مولودية وهران والإعادة لهذه الكرة لمصلحة اتحاد بن عباس وخطأ على مستوى الدفاع يسترجعها صبري غربي من جانب المولودية تسديدة أرضية وطروح جانبية إذا فاز اليوم مولودية وهران راح يصبح الفارق 4 نقاط بينه وبين الرائد شباب قسنطينة والكرة لزكريا منصوري تسديدة فعلها منصوري وأضاف الهدف الثالث لبلودية وهران هذا من زكريا منصوري حطها له يسارية في الشباك غول النجيب الذي لم يتمكن من صد هذه الكرة حتى يعني هنا الانطلاقة من زكريا منصوري قام بعمل ممتاز حتى الكرة يتفوق عليه صبري غربي لا التوزيعة كانت ممتازة هذه التوزيعة كانت توزيعة بنوة بالعقب ممتازة لبن الحول محاولة التوزيع والتسديدة ونعطيش يخرج هذه الكرة إلى الركنية انطلقة تبتي تمريرة بينية ممتازة التمريرة كانت ممتازة وابو قلمونة كرته كانت انه فريق اتحاد بن عباس يقوم بعدة حملات وهذه كرة لمصلحة مولودية وهران انطلاقة عن طريق ريات ممتازة هايلة بلال عبد الرزاق يضيف الهدف الرابع لمولودية وهران 3 مهاجمين امام 3 مدافعين وبلال عبد الرزاق باليسرى يساريه سددها سكنت شباك الحارس غول هاي الاعاده مره اخرى ريت تمريره ممتازه وبلال من اتحاد بن عباس وهذه كره من مترف في منطقه العمليات بوغلمونة التمرير ولكن ضاعت هذه الكره يسترجعها بوغلمونة محاوله التوزيع ممتازه حطها في الشباك اصطدمت بالقائم بعد عرقلة فريفر يلعبها بسرعة فريق مولودية وهران الكرة عند فريفر هدف خامس لمصلحة مولودية وهران وأن تكون نتيجتها هذه يشوف اليوم الإعادة كرة من فريفر الذي راوغ بكل راحة شوف بكل ارتياح راوغ وسدد كرة سكنت شباك الحارس